السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة حديقتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا الفيديو الجديد الذي سنريكم فيه خروج وريحات بذرة أو حبة الأفوكا، الأفوكا التي قمنا بزراعتها قبل أسابيع فهي الآن خرجت بشكل جيد. سأقرب الصورة أكثر لتروها، فهي في مع أحد النباتات، لكن سيتم نقلها فيما بعد إلى مكان خاص. كما تشاهدون هذه هي شجرة الأفوكادو، هي هذه خرجت من هذه الحبة، تشاهدون الحبة التي خرجت منها شجرة، هذا هو غصنها، هذه ورقاته، هذه شجرة الأفوكا ما زالت صغيرة. كنت قد زرعت 3 حبات من شجرة الأفوكادو وقد نمت منهم واحدة فقط.